السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة سفرة مع صبار. بحب أرحب فيكم. وصفتنا لليوم رح تكون حلالة يا لبنان، وصفة طيبة ولذيذة جدا وكلنا طبعا بنحبها. خلونا نبلش. طبعا أول شيء رح نعمل الكتر زي ما أنتوا شايفين. ضفت هون كاسة من السكر ورح أضيف عليها تقريبا كاسة وربع مي طبعا، وبضيف عليهم رح أضيف عليهم طبعا شوية شعر من الزعفران، بيعطي لون وطعم طيب، والزعفران كثير كمان مفيد. وطبعا رح أضيف عليهم عصرة نص ليمونة طبعا، وهيك بكون عنا مكونات القطر. وطبعا بنتركه يغلي لمدة 10 دقائق وبعدين بنطفي تحتيه. هاي الأثناء طبعا أنا هون جبت كاسة سميد خشن، وضفت عليها كمان نص كاسة سكر وملعقة من النشا، وحركت المواد الناشفة طبعا مع بعض. رح أضيف عليهم طبعا 5 كاسات من الحليب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. أنا ضفت هون الحليب الدسم طبعا، هو بكون أطيب للحلالة يا لبنان. طبعا بنضيف الحليب وبنستمر بالتحريك، ما بنتركه علشان ما ينحرك معنا، بنستمر بالتحريك على بين ما يجمد معنا الخليط ويصير قوامه ثقيل شوية. بهاي الطريقة طبعا نستمر بالتحريك. إذا وصلتوا لهون لو سمحتوا تدعمونا بلايك شير سبسكرايب، شاركوا الفيديو وفعلوا الجرس، وما تحرمونا من تعليقاتكم الحلوة. ولو سمحتوا يعني بتمنى إن التعليقات تكون إيجابية، ما في داعي للتعليقات السلبية. هون لما قربت القوام يثقل شوي زي ما أنتوا شفتوا، جبت ماء الزهر وضفت تقريبا 2 ملاعق كبار على الخليط وبنحركهم شوية. وهون بلشت الليالي لبنان اللي هو القوام انه بلش يثقل. طبعا لما بتشوفوا الفقاعات بتظهر وبيصير الخليط شوية يعني جامد، خلاص هيك بتكون عنا جاهزة زي ما انتوا شايفين. خلاص هلا رح نطفي الغاز تحتيه. وهون انا كنت جايبة البايركس حاطة فيه ابو ملعقة مية طبعا، وهلا بضيف الخليط ليالي لبنان على البايركس. طبعا انا حطيت 5 كاسات حليب، كاسة سميد، نص كاسة سكر. فيكم تضيفوا السكر بس انا بشوف نص كاسة بتكون بكمية مناسبة لان رح نضيف القطر بالاخر طبعا. وطبعا ملعقة نشا، ورح نتركها تبرد شوية على الكاونتر، ورح ندخلها الثلاجة بين 2 لـ4 ساعات لأن هاي الحلوة بتتقدم باردة. طبعا هون بعد 2 ساعات أنا طلعتها من الثلاجة زي ما أنتوا شفتوا، علبة قشطة الكريمة اللي هي القشطة نوعية الكريمة، وفيكم تستخدموا قشطة بوك هي نفس الشي بس الشركة بتختلف. فمندهن القشطة على الوجه. طبعا بدهنها أنا قبل ما أقدمها بساعة علشان ما بدي القشطة تنشف برضو، بس بدي إياها تجمد شوية بس ما بدي إياها تنشف. وبدهن القشطة وبعود بدخلها كمان ساعة في الثلاجة. يعني طريقة سهلة وزاكية، ومكوناتها دايما طبعا موجودة في كل بيت يعني. وللناس اللي ما عندهم قشطة فيهم يستغنوا عنها يعني، بس يعني هي القشطة بتزكيها طبعا وبتكون أطيب بكثير. يعني احنا بحاول اني ما اصعبها لان بعرف في ناس ما بتكون متواجدة كل هاي الاشياء عندهم. طبعا انا هون عندي طبعا هون القطر بعد ما برد فبديره بالكاسة. شوفوا ما احلى لونه، هذا اللون ناتج عن الزعفران اللي ضفناه، اللون الذهبي. عندي كمان جوز انا كنت نعميته شوية خشن يعني مش ناعم كثير. عندي قرفة،
عندي حبات الكرز المحلاية. طبعا هون بعد ما طلعنا ليالي لبنان من الثلاجة طبعا بقطعها بهاي الطريقة. طبعا انتو بتقطعوها بالحجم اللي بتحبوه، بس انا بشوف هذا الحجم هو انسب حجم مناسب للتقديم. طبعا انا بحب ارش اول طبقة، بحب احنا بنحب الكرفة، فبرش شوية من الكرفة يعني اشي بسيط. عندي هون جوز، يعني في ناس بيحكوا له عن الجمال، كنت انا يعني منعميته هيك على يعني خشن، مش خشن كثير ولا ناعم. طبعا بنزين فيه كمان بيعطي طعم كثير طيب. فيكم تضيفوا المكسرات اللي بتحبوها، جوز الهند او الفستق الحلبي، انا كان الفستق الحلبي مخلص فاستخدمت الجوز، برضه الجوز كثير طيب. وعندي هون طبعا حبات الكرز فبزين فيهم، وكمان طعمها طيب كثير. وهيك بتكون عندنا جاهزة للتقديم، حلوة طيبة وخفيفة طبعا وسهلة يعني. هيك ما شاء الله، شوفوا ما أحلى المنظرها وشوفوا القوام يعني، وكثير كانت طيبة. بنصحكم إنكم تجربوا هاي الطريقة وتستخدموا نفس المقادير اللي استخدمتها. طبعا أنا المقادير هاي راح أذكرها بصندوق الوصف. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، إذا عجبكم اكبسوا على زر الإعجاب علشان الفيديو يرتفع، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. طبعا هنا بندير عليها القطر، شوية قطر يعني مش كثير، فبتعطينا شوية لذاذة. وضفت كمان شوية جوز، أنا بحب المكسرات كثير وطيبة كثير مع كل أنواع الحلو طبعا المكسرات. وهاي كانت وصفتنا لليوم. طبعا هلا أحلى فقرة اللي هي فقرة الذوق، يعني تتخيلوش قديش كان طعمها طيب يعني. شكرا لكم وباي باي.